awe animals. كاميرا جبروت التقط فيديو للحوت القاتل في نيوزيلندا بعد أن سمع عن تواجد القطعان الحيتان القاتلة في نيوزيلندا. ظن أحد راكبي الأمواج أنه من الممتع أن يبحر 200 ميل بعيدا عن الشاطئ وتصوير تلك الثدييات القاتلة. ومن المعروف عن هذه الحيوانات بأنها مفترسة وتأكل ثدييات أخرى. ففحص أحد الحيتان اللوح العائم واكتفى بالاقتراب منه، ولحسن الحظ سبح عائدا إلى القطيع. أما راكب الأمواج فقد حافظ على رباطة جأشه على الرغم من أنه كان يرتعد خوفا أثناء المقابلة مع واحد من أبرع المفترسين في العالم. فمن يجرؤ منكم يا سادة على فعل نفس الشيء